شبراوي خلاص شبراوي شبراوي كله جرى على الحارس زي ما انا قلت لكم. هي اللقطة بقى اللي هتبقى عند البوابة، هي اللقطة كلها عند البوابة. أنا كنت أعتقد الأمن كان يفضي المدرج الأول قبل ما يخرجوا، بيتهيألي يعني. مش هيخرج، يا جماعة استنوا فضوا المدرج. مش هيخرج. مش هيخرج. هيثم نزل له أهو. هيثم قال له ما تنطقش بكلمة. بس يا جماعة استنوا طيب، مش هيخرج يا جماعة إزاي يعني؟ معلش اصل انا بصور بالكاميرا فماسك الموبايل في حته تانيه وخايف برضو من معلش لو ايدي اتهزت يا جماعه معلش شويه عشان انا ماسك الكاميرا وماسك الموبايل فانا اسف ليك. مش هيخرج قعدوا في السنتر 10 دقايق يا جماعه لما تفضوا الجمهور هي اصليه بديهيات يعني. هيثم قرب زي ما انا قلت من قبل ما يحصل اي حاجه قاعد في السنتر اهو.